وين صار الحادث؟ سيرينيوم. مساء الخير حضرة الشرطة. مساء الخير. خير، مع مين صاير الحادث؟ يا امام المستشفى صاير معه حادث. صار معه حادث؟ ايه. كيف وضعه هلا؟ مع الأسف ما بعرف وما إجاني تفاصيل، فيكن تروحوا على المستشفى وتشوفوه. طيب شكرا حضرة الشرطة. بس أنا لازم التقي بالسيدة أزادة ضروري، هي موجودة؟ بدي شوية معلومات. وشو علاقة أمي بموضوع مثل هذا؟ حكيت مع يمان على الموبايل قبل الحادث مباشرة. شهود عيان قالوا إنك كان. وصلت على موعدك على الوقت، بس ما لقيتك هون أزادة. دعي أمي دعي. أجيت. أهلين فيك حضرة الشرطة. أهلين. يمان بيك كان عامل سابق إلنا، ونحن التقينا وحكينا عن كل شيء بيتعلق بالشرطة. طيب أزادة خانم، كان في شيء لفت نظرك، شخص أو سيارة شكيتي فيها موجودين بالمكان؟ لا ما شفت. مثل ما قلت لك كان في كم سؤال مشان الشغل سألته إياهم وتركته هنيك ومشي. أي فهمت. يمكن يلزم ناخد إفاتك مرة تانية، ممكن نطلبك على المخفر كمان، كون بعلمك. هلأ تصبحوا على خير. مع السلامة. حضرة الشرطي، بأي مستشفى هو؟ مع الأسف ما بعرف. خير يا أمي، شو الحكي اللي حكيتيه مع يمان؟ قلت إنه مشان الشغل. شو هالشغل اللي إجا بآخر الليل؟ لوين بدك توصل يعني؟ والله يا أمي كانت تصرفاتك غريبة بالخطبة. شي ما قلتينه؟ شو عم تحكي يا أمي؟ شو قصدك من كل هالحكي؟ يعني أنا عاملة شي؟ يعني أنت ما بتعملي هيك شي؟ زين كلامك واحكي شو قلتلك. ما قلتلك لا عاد تقرب على هذا البيت، شو عم تعمل هون؟ سنان شو؟ أخي خلاص مو وقتها هلا. ماشي اهدى، أنا رايح على المستشفى، نحكي بهالموضوع لأرجع. أكيد حنحكي فريد. استنى وأنا جاي. موجي موجي بنتي لا تعملي هيك. بس أنت مديت إيدك على أبي قدامنا يا جدي، أنت زغرته قدام بنته الصغيرة. مالي مسامحتك بعمري. أنا بعتذر منك، ما كان لازم تشوفي هيك شي بأبوكي. حق معك، بعتذر منك كتير. بعتذر